نرحب بكم من جديد مستمرين معكم في استوديو المنتصف من قناة يمن شباب. الآن مشاهدينا الكرام سننتقل إلى موضوع في محافظة ذمار، حيث أن الإنقلابيين يعممون على موظفي الدولة الانخراط في التدريب تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال. كشفت مصادر إعلامية عن قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بإصدار تعميم لجميع موظفي الدولة بدرجة وكيل أو مدير بأنه سيتم تدريبهم على السلاح لنقص في المقاتلين في جبهات القتال. كشفت المصادر أيضا ليمن شباب عن اجتماع موسع بين عقال الحارات بمدينة ذمار، بالإضافة إلى بعض القيادات الحوثية بالمحافظة، من أجل رفض الجبهات القتالية وفرض عدد محدد من المقاتلين على كل عاقل حارة من أجل القتال في الجبهات القتالية المختلفة. وضحت المصادر أن من خلال الاجتماع الذي جرى في مطلع الأسبوع الحالي، تم التأكيد على ضرورة ملاحقة كل متعاون مع السلطات الشرعية وضرورة الإبلاغ عنه إلى الجهات المختصة من أجل إلقاء القبض عليه. يأتي هذا مع افتتاح الحوثيين مقبرة جديدة لدفن قتلاهم الذين يصلون بشكل يومي إلى هذه المحافظة. إذن حول الوقوف على هذه المواضيع في محافظة ذمار، ينضم معنا نائب رئيس المركز الإعلامي بمحافظة ذمار الأستاذ عبد الله الضبياني. أستاذ عبد الله مرحبا. نرحب بك أستاذ عبد الله. يعني لو بدأنا بك، يعني بسؤال، إنه هذا الاجتماع بعقال الحارات في محافظة ذمار لأجل رفض الحوثيين بمقاتلين للجبهات، يعني احنا نعرف انه محافظة ذمار طبعا هي التي تغذي الجبهات، فبالتالي هل هناك عملية استنزاف لهذه المحافظة وأبنائها لإرسالهم إلى الموت؟ نعم، تحت شعار النفير العام ورفض الجبهات، نعم، عقدت القيادات الحوثية بمحافظة ذمار اجتماعا بوكلاء المحافظة ومدراء الإدارات، مدراء عموم الإدارات وأيضا عقال الحارات، في ظل الانهيار الكبير والخسائر الفادحة التي تمنى بها الميليشيا الانقلابية على كل المستويات وفي كل الجبهات. الهزائم المتوالية في جبهة نهم وصرواح وتعز وشبوة والبيضاء، هذه كلها أثرت على الأعداد التي كانت تذهب للقتال مع هذه العصابة. وأيضا هناك تذمر شعبي واسع وتخلي من كثير من القبائل عن الزج بأبنائهم في هذه الحرب الخاسرة وفي جبهات القتال، خاصة في جبهة تعز والتي حصدت أرواح الكثير منهم. هم الآن يحاولوا أن يرتكبوا جريمة أخرى من الجرائم التي ترتكب في محافظة ذمار بعد تجنيد الأطفال والذهاب بهم إلى جبهات القتال، حتى أن بعضهم دون علم أولي أمورهم الآن يتجهون إلى الموظفين ويلزمونهم بالذهاب للتدريب ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال. نعم، يعني أستاذ عبد الله كما ذكرت، يعني أيضا قيادات كما ذكرت في موظفي الدولة أيضا يريدهم الانخراط في العملية القتالية. يعني يمكن ما يثير التساؤل، لماذا يعني مقصور على وكيل أو مدير؟ يعني فقط حصر الموضوع في الوكلاء والمدراء لإرسالهم وتدريبهم على السلاح وإرسالهم إلى جبهات القتال. هذه العصابة لها أبعاد فكرية وتريد أن تتأكد من أن الولاء لها في صفوف الوكلاء ومدراء العموم كامل، لأنها لا تريد أن يصل إلى هذا المكان الحساس في إدارة الدولة إلا من كان ولاؤه خالصا لهذه العصابة الإجرامية. لذلك هم الآن يريدون أن يجروا عملية اختبار لهؤلاء الموظفين، فحقيقة هذه عصابة الموت لا تفكر في الحياة، حتى ولو كان الناس يدون رواتب لا يهمهم غذاء ولا ماء ولا كهرباء، المهم كيف يذبحون أبناء الناس. والآن وصلوا حتى إلى كبار الموظفين، وهذا هو جزاؤهم، هذا هو الجزاء الحقيقي لمن تواطأ مع هذه العصابة ولمن سلم لها مؤسسات الدولة. وهم الآن يصلون إلى ما وصل إليه أبناء المجتمع وخاصة في محافظة ذمار. نعم، يعني هذه المحافظة تعاني طبعا من الانقلابيين. أيضا يعني الخبر الذي يعني نتلقاه أن هناك أيضا افتتاح مقابر جديدة في المحافظة، هم الآن افتتحوا مقبرة جديدة، يعني ألا توجد مشاريع أخرى غير مشاريع الموت والقتل وافتتاح مقابر في هذه المحافظة؟
هذا هو الشيء المضحك والمبكي في نفس الوقت. في محافظة زمار هذه العصابة الإجرامية الميليشياوية الإنقلابية لا تفكر في أي مشروع تنموي إلا في افتتاح المقابر التي تزينها بالورود. ليس لهم أي مشروع حضاري، وليس هناك أي مشروع تنموي تم افتتاحه في محافظة زمار منذ أن سقطت هذه المحافظة تحت وطأة الانقلاب. لا يوجد شيء جديد في محافظة زمار إلا أن هذه العصابة تفتتح القبائر المقابر. للأسف الشديد العالم من حولنا يفتتح المشاريع العملاقية العملاقة. تركيا تفتتح مشروع نفق تحت البحر يربط بين آسيا وأوروبا، والحوثيون في زمار يفتتحون مقابر لكثرة قتلاهم في الجبهات. أيضا المقابر، أيضا هناك تصنيفات في المقابر، وحتى في الموت أيضا لديهم تصنيفات. أستاذ عبد الله، يعني بالنسبة للتعسفات والانتهاكات بحق المدنيين، احنا طبعا نسمع أيضا بالاعتقالات اليومية لمن يتعاون مع الشرعية أو حتى يدلي بمعلومات، ماذا عن المدنيين؟ يعني لو تحدثنا عن الانتهاكات والتعسفات بحق هؤلاء المدنيين. الانتهاكات، بالنسبة للانتهاكات المدنيين في محافظة زمار، لا يمر أي يوم إلا وهناك انتهاكات بحق المدنيين. سواء ما طبيعة هذه الانتهاكات؟ في بيوتهم أو المارة في الطرق والمسافرين. ليس لهذه العصابة أي مؤشر أو معيار أخلاقي أو قانوني للتعامل مع أبناء المحافظة أو المسافرين من أبناء المحافظات الأخرى عبر هذه المحافظة. ليس هناك عند هذه العصابة أي حرمة لأي شخص، حتى الذين هم من خارج المحافظة. مجرد الاشتباه بهذا الشخص يتم مباشرة الزج بهم في السجون وممارسة التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي مع هؤلاء المختطفين، كما يمارسوا مع بقية أبناء المحافظة المختطفين لديهم. نعم. طب أستاذ عبد الله، يعني لو أختم معك بموضوع الاجتماعات السرية المكثفة التي يعني يجريها هذه الأيام الحوثيين في هذه المحافظة، ما باعتقادك يعني ما الهدف من هذه الاجتماع؟ ما وراء هذه الاجتماعات؟ يعني هل يتم التخطيط لأشياء معينة؟ لا شك أن الاجتماعات التي يقومون بها هي أولا من أجل رفض الجبهات بالمقاتلين وإقناع الناس والقبائل بأن يذهبوا أبنائهم إلى جبهات القتال، مع أن القبائل قد أوشكوا على أن يتخلوا عن هذه العصابة نتيجة لما يرون ويلاحظون أن كثير من أبنائهم الذين دخلوا في الجبهات عادوا ولم يعودوا إلا جثث، يعني لم يعودوا إلا قتلى. لذلك هؤلاء يجتمعون أولا من أجل رفض الجبهات بالمقاتلين. ثانيا لا شك أن هناك تخطيط كبير من أجل اختطاف الناس من بيوتهم والزج بكثير من يعتبرونهم مناصرين للشرعية في السجون، وهذا أعتقد أنه الآن يتم حصر في القرى وعلى مستوى المدينة من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الناس دروع بشرية يتم حبسهم في الأماكن التي يستهدفها الطيران. نعم. لذلك أعتقد أن هذه الاجتماعات مخصصة لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعودت عليها المحافظة من هذه العصابة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا نائب رئيس المركز الإعلامي بمحافظة ذمار الأستاذ عبد الله الظبياني، شكرا لانضمامك معنا، شكرا جزيلا.